معايا أيضا اللاعب حمدان الكمالي كابتن منتخب الشباب، كابتن منتخبنا الأولمبي، لاعب نادي الوحدة. أدري أنك متأثر وايد يا حمدان. حمدان، أول شيء نقول لك البقية في حياتك. هذا قضاء الله وقدره يا حمدان، وكلنا ضيوف في هذه الدنيا. أنا مكلمنا في 11 ربع. مصدق. متى كلمت حمدان؟ رايح بيتنا. كان رايح بيتكم؟ مصدق الصراحة، للحين مصدق. لما كلمت شو قال لك حمدان؟ قال لي دقايق وبخلي أخوك يطلع برا. استغفر الله. الله أكبر. هو كان جاي يسمونه. كان بيسافر اليوم هو حمدان؟ لا، اليوم الصبح تلاقيت وياه. كان يغير بيها انه يعتذر ويروح، والإدارة يعني كلمونا يتم في المعسكر. نعم. لما يشوف الدكتور وعقب يمكن يرخصون عشان يسافر ألمانيا. وربيع أظن كان عنده تمرين ورخص ربيع انه يرد بضبي. بالضبط حمدان، الحادث وين صار بالضبط؟ الساعة كم؟ خلنا أكملك الساعة. تفضل. لأن عقب خلى ربيعة يظهر الظهر على الساعة 1، قال لما يشوف الدكتور هذا على الساعة 5 قرأوا. وقال حمدان بشيل سيارتك. وشيل سيارتي وياس يكلمني الساعة 11 ربع، قال لي خلنا أخوك يطلع برا ويسوي تليفون صوب جسر الشيخ زايد. يعني بعد دقيقتين من بيتنا. الله أكبر. يا الله. والحين مصدق. كيف وصلك الخبر حمدان؟ من اللي خبر؟ أنا وسمون محمد فوزي جاي ركب الغرفة وكلمني وقلت ما قدرت، يعني قلت مستحيل تو مسكر من عندي. أعطيت التليفون قلت له يود شوف التليفون دياب تو مكلمني. قال حمدان ما قدرت. عقب ساعة ساعتين استوعبت، يعني الحين أنا بصراحة ما أدري مستوعب. أنا مو مصدق الصراحة. الله يكون في عونك. هذا قضاء الله وقدره حمدان، ونحن ما نقدر نوقف امام هذا القضاء والقدر. نحن مصدومين مثلك في البدايه، يعني مستوعب. حمدان انا لله وانا اليه راجعون. خلاص نحن شكرا لك يا حمدان. يعني الولد متاثر بشيء كبير